سألنا المستمعين عن رأيهم بمطالبة بعض النواب فك حظر يوم الجمعة عن محافظة العقبة، وكانت إجاباتهم كالتالي. المايك معك. يعطيك العافية طارق. يعني إحنا مشكلتنا من السنة الماضية ما استغلتها الحكومة صح. لازم من أول لازم تعمل زيادة الأسرة وتزيد عدد الأكسجين وتزيد الكوادر الطبية، يعني تعمل ثورة بالقطاع الصحي، بس للأسف لحتى الآن مش عاملين شيء. هاي شغلة. الشغلة الثانية طبعا قانون الحظر والقانون الدفاع كله غلط. يعني يتعلموا من الإمارات. هاي الإمارات فاتحة 60%، الكافيهات فاتحة، المقاهي، السينما، كل إشي فاتح عندهم، بس 60%. بخصوص النائب، ليش هي العقبة يعني ملهاش دخل بالشمال وبالوسط؟ ما كل الناس انكسرت، يعني هي بس العقبة يعني. لا، لازم يفتحوا كل القطاعات ويطعموا، إذا ما في تطعيم على الفاضي راح نضلنا زي ما احنا. يسعد صباحكم. بالنسبة لفك الحظر بالعقبة، هلا أكيد يعني إنه أكيد في ناس هناك كتير تضرر، والتجارة والسياحة انضربت هناك، بس ممكن الحل ما يكون عملي، لسبب إنه لو صير هيك إشي كل الأردن راح تصير نهاية الأسبوع تحمل حالها وتنزل على العقبة، حيصير في اكتظاظ، حيصير في تزاحم، يعني راح يكون الموضوع إنه انتقلت البؤرة من إلى. فالمفروض إذا بده يصير إجراءات تخفيفية تصير على المملكة ككل، لكن تخفيفها وإلغائها بمكان راح يخليه إنه مركز جذب لكل الأردن، وبظن وقتها الوضع حيكون بهيك حالة كارثي. ويسعد صباحكم. صباحك بالخير أخي طارق. يعني أقسم بالله القرارات اللي بتأخذها أصلاً الحكومة قرارات لا عن دراسة ولا عن أي تشين. بعدين بالنسبة للنواب اللي طالبوا بالعقبة، هل الضرر بس على مدينة العقبة، على تجار العقبة، على فنادق العقبة؟ الضرر يا عمي في الأردن كلها. هو ما في تجار بعمان، ما في فنادق بعمان، ما في ناس انقطع رزقها بعمان؟ مش فاهم، هي الشغلة صفت بلد الخيار والفقوس ولا كيف بالضبط الوضع؟ أقسم بالله صف الوضع مقرف. عمي انتوا قاعدين فوق مش شايفين اشي، مش شايفين شو بصير بالناس، شو بصير بالشعب؟ يعني صفينا دولة احنا بلد الخيار والفقوس لناس وناس صفت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. طارق، في تناقض عجيب صراحة في كل اشي، في كل اشي. يعني بشوف رحلات توادي رام بروحوا عادي يوم الجمعة، بيطلعوا بيعملوا كل الاكتيفيتي، رحلات مكاتب سياحة يعني، وما بعرف ليش العقبة مسكرينها. طب ما هي زيها زي رام. ومع احترامي للنائب، هو بحكي انه عادي افتحوا العقبة يوم الجمعة، يعني اوكي احنا متعاطفين معهم ومع الاقتصاد ومع كل اشي، طب بس ما هو بنفس الوقت عم بحكي اعلى اصابات في العقبة، يعني رح ينتشر المرض زيادة وزيادة. ما بعرف، في تناقض رهيب صراحة. طارق، احنا سبب وجود حظر في الدنيا اللي هو الوباء الكورونا، لا سبب سياسي ولا سبب تجاري ولا سبب اجتماعي. في البرك وفي البحر الفيروس حينتقل والناس حتتفاعل مع بعض إذا ما صار في العقبة حظر، فالطرح كله لا منطقي. يعني يا بتفكوا كل الحظر يا ما بتفكوا، بالعكس يعني هي منطقة بيكثر فيها ازدحام الناس، يعني بؤرة انتشار وباء. مش عارف الطرح، أنا مش شايفه أبدا منطقي. يا طارق والله الواحد يعني في هذا الوقت بحب إنه ينفس عن نفسه بالنزول العقبة، بس زي ما حكى ساعتنا نسبة الإصابة عالية، أنزل على العقبة وأنصاب وأرجع أنا وولادي وعيلتي. شكرا. صباح الخير استاذ طارق. والله فعلا اصابات العقبه زياده، يعني من ساعه اجالنا خبر وفاه عزيز جار لنا بالكورونا رحمه الله عليه، الله يرحمنا جميعا. سلطان هواش. المايك معك. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام.